أولا أنا كنظن بأنه مستقبل المغرب ومستقبل الجزائر هو مستقبل واحد في إطار البناء ديال المغرب الكبير، مغرب الشعوب المتكامل المتضامن، باش يمكن لنا نشكلوا قوة في الجنوب ديال البحر الأبيض المتوسط، قوة قادرة على أن تفرض شروطها وأن تدافع عن كرامتها وأن توقف نزيف ديال الأدمغة اللي كتمشي الماء وراء البحر وتحبس النزيف ديال السلب ديال الخيرات ديال أوطاننا. فأنا يعني أرحب بكل مبادرة يعني كحزب اشتراكي موحد اللي هو دائما عندنا علاقات طيبة مع الأشقاء ديالنا الجزائريين والموريتانيين والتونسيين والليبيين. أنا أؤمن كما آمن الجيل اللي قبل مني بأنه المستقبل ديالنا جميعا هو في نضالنا المشترك من أجل بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب، باش نكونوا كقوة قادرة باش ندافعوا على حقوقنا وباش نفتحوا على إفريقيا اللي هي اليوم يعني حلبة ديال الصراع بين القوى العظمى، باش يكون المكانة ديالنا فيها ونكونوا حنا مبادرين حتى في هذا العالم الذي هو في طور التشكل، ونخرجوا من التبعية ونخرجوا من النزيف ديال خيراتنا وديال أدمغتنا، ونبنيو مغرب للشعوب المغاربية في إطار من التضامن والتكامل وفي إطار من الأخوة، لأن كل شيء يجمعنا لا اللغة ولا الحضارة ولا التاريخ، وخاص المستقبل يكون مستقبل مشترك. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.